معنا من موسكو الخبير العسكري والاستراتيجي أندري أوليسكي، ومن برلين الصحفي إيوالد كونيغ. أهلا بكما. سيد أوليسكي، العالم يحبس أنفاسه الآن. الخطوة المقبلة لبوتين، الأزمة الإنسانية تتفاقم. سيد أولينسكي، إلى أي مدى تتحمل روسيا عبء كل هؤلاء اللاجئين الذين يغادرون أوكرانيا إلى دول أوروبية؟ نعم، الأزمة الإنسانية تتفاقم وتتزايد نتيجة لاستخدام القوات المسلحة الأوكرانية لتكتيك استخدام الناس المدنيين، النساء والأطفال والشيوخ كدروع بشرية، وكذلك هم لا يمنعون للمدنيين الخروج عبر الممرات والمعابر الإنسانية المحضرة مسبقا باتجاه روسيا، بل باتجاه الغرب، الدول الغربية فقط. سيد أوليسكي، تريد من اللاجئين الهاربين من العملية العسكرية، تريد من اللاجئين أو الأوكرانيين الهاربين من العملية العسكرية الروسية، نعم، أن يلجأوا إلى روسيا؟ أي منطق هذا سيد أوليسكي؟ أليس لديهم الحق في الهروب إلى دول أخرى؟ هناك أكثر من 150 ألف من اللاجئين قد وصلوا إلى روسيا من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك يصلون إلى روسيا الناس الآخرون من المناطق الأخرى لأوكرانيا. الرئيس بوتين تأمر بمرور الأوكرانيين حتى بدون جوازات السفر أو بجوازات سفر قديمة باستقبالهم. ولكن هؤلاء هم من ينتمون إلى إقليمي لوغانس ولوهانسك. ليس فقط من لوغانسك ودونيتسك. من لوغانسك ودونيتسك قد وصلوا إلى روسيا أكثر من 150 ألف كما قلت. ولكن هناك يصلون الناس من المحافظات الأخرى لأوكرانيا، يصلون إلى روسيا، وهناك أمر للحكومة بالسماح بمرورهم، عبورهم للحدود الروسية حتى بدون تأشيرات الدخول وحتى بجوازات سفر التي انتهى مدى العمل لها. وهناك أيضا قوافل من السيارات تصل إلى الجمهوريتين مع المواد الغذائية وإلى المناطق. يعني تقول بأن روسيا أيضا تتحمل عبء بعض اللاجئين الذين يأتون من دونيتسك ولوغانسك. سيد إيوالد كونيغ، هل تعتقد بأن أوروبا أصبح لديها خطة جاهزة لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة من اللاجئين الأوكرانيين؟ يزدادون يوما بعد يوم عبر الحدود الرومانية أو البولندية وغيرها من الحدود. رأينا أن مستوى الدعم مرتفع جدا تجاه اللاجئين الأوكرانيين، وحتى في برلين على بعد خمس دقائق من هذا الاستوديو توجد المحطة الرئيسية للقطار في برلين، ونرى الكثير من اللاجئين الذين يصلون إلى البلاد، كما يهتم المتطوعون بهؤلاء الأشخاص. وإذا سألنا هؤلاء اللاجئين ماذا يريدون؟ يتفهمون بكلمات صغيرة، ولأنهم يشتاقون إلى الرجال الذين بقيوا في أوكرانيا لأنهم يدافعون عن أرضهم. ونعرف أن هذا الأمر مستمر، وبرأي الدعم في الدول الأوروبية سيبقى على مستوى عال. ولكن الأمر يختلف قليلاً عن أزمة اللاجئين. أنت تتحدث عن وضع ألمانيا، لكن يبدو بأن موضوع اللاجئين
سيسبب أزمة بين بعض الدول الأوروبية. رأينا مثالا على ذلك ما حدث بين فرنسا وبريطانيا. بريطانيا غير مستعدة لاستيعاب أعداد كبيرة، تقول بأنها مستعدة لأن تستقبل أكثر من 50 أوكرانيا. أين هو الدعم الموحد أوروبيا؟ Well, since Great Britain is not a member of the European منذ أن بريطانيا لم تعد عضو في الاتحاد الأوروبي تملك مسؤولية بشأن كيفية التصرف تجاه هذه الأزمة، ونعرف أن سلوكها مختلف جدا عما حصل في الاتحاد الأوروبي. وما حققه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو اتحاد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهذا اتحاد لم نشهده منذ فترة طويلة، كما شاهدنا في اتحاد ضمن الدول الأعضاء في حلف الناتو باستثناء بريطانيا. وأنا أعتقد أن أعضاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستتعاطف وستقف مع الأوكرانيين ولفترة طويلة، وأنا أعتقد أنهم سيستمرون في توفير المساعدات العسكرية منها الأسلحة المميتة للأوكرانيين بدون التدخل عسكريا مباشرة. سيد أولينسكي، ألا تخشى روسيا من محاصرة الناتو لها وأيضا الاتحاد الأوروبي عبر دعم روسيا عسكريا؟ هذا الأمر بالتحديد هو الذي تحاول روسيا تفاديه بشن هذه الحرب على روسيا. نرى النتائج تأتي عكس ما يشتهيه بوتين، المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا. الدعم العسكري لأوكرانيا من قبل الدول الأوروبية الغربية غير مرتقب، وأعلن الولايات المتحدة وزعماء الدول الأوروبية الأخرى الدول أعضاء الحلف الأطلسي أن الحلف الأطلسي قوات الحلف الأطلسي سوف لا تقاتل من أجل الأوكرانيين وفي أراضي الأوكرانية، لأن هذه المنطقة ليست ضمن مسؤولية حلف الناتو. ولذلك الدعم العسكري للدول الغربية للقوات المسلحة الأوكرانية من غير مرتقب، ما عدا طبعا نجادات وتعزيزات من الأسلحة والأعتدة العسكرية التي تصل يوميا إلى أوكرانيا. وكما إذن يا سيد أولينسكي، تعتقد بأن هذا الأمر يشجع أكثر بوتين على الاستمرار في هذه الحرب، وقد لا تكون حرب قصيرة المدى سيد أندري؟ هذه الحرب بصفة عامة نقترح بأن ننظر إلى هذه الحرب ليس كحرب بين روسيا وأوكرانيا، بل كحرب روسيا ضد الولايات المتحدة وضد الغرب عموما بصفة عامة. إن كان الغرب سابقا يحترم بمتطلبات روسيا بالضمانات الأمنية، وإن كان لا يقترب من الحدود الروسية سنويا 5 موجات من اقتراب حلف الناتو من الحدود الروسية، وإذا لم تكن هكذا فلا تعمل روسيا ولا تقوم بعمليات عسكرية. أما الآن فهذه العملية العسكرية الخاصة هي تستهدف أهدافا استراتيجية، دعم الجمهوريتين الشعبيتين. هذا واضح سيد أولينسكي. اسمح لي سيد أولينسكي أذهب إلى السيد دوفال لأوكرانيا. اسمح لي في هذه النقطة أذهب إلى السيد دوفال. إذن هي ليست حرب روسيا مع أوكرانيا، هي حرب روسيا مع الغرب. كم سينخرط الغرب في حرب بالوكالة أو بروكسي وور، وهو يتردد في دعم أوكرانيا بشكل كبير ولا يستطيع أن يتدخل لا بالجنود ولا بعملية عسكرية؟
So we know that Ukraine is not member of NATO. نعرف أن أوكرانيا ليست دولة عضو في حلف الناتو. بالتالي دول الأعضاء في الناتو ودول الغربية تتردد في المشاركة مباشرة في هذا النزاع، لكن تعمل على بعث صواريخ المضادة للدبابات والصواريخ المضادة للطائرات الحربية، بالإضافة إلى الصواريخ الجو وغيرها. ونرى أن هذه المساعدات تأتي منذ فترة طويلة، لأن نعرف أن الأوكرانيين اعتادوا على استخدام بعض الأسلحة التي تأتي بشكل عام من ألمانيا، ولما تمكنت القوات الأوكرانية من استخدام الأسلحة المتطورة. أكثر من ذلك، حلف الناتو هو حلف دفاعي ويعمل على دفاع عن دول الأعضاء، ولكنه لا يبدأ بأي اعتداء أو بأي عدوان. بالتالي من غير المنطقي القول أن هذا العدوان ضد أوكرانيا هو نتيجة هذا الأمر. قد يشك فيها البعض سيد إيفالد، لأنه الناتو خرج عن حدوده وضرب ليبيا قبل أكثر من 10 سنوات مثلا. In Libya. Yes, in Libya. Okay, but there was no aggression against. ولكن لم يكن هناك منع عدوان روسي على الجبهة الشرقية للاتحاد الأوروبي، وبالتالي لا يعد ذلك سببا للتدخل في أوكرانيا. ونعرف أيضا أن هناك أهداف أخرى تكلم عنها الكرملين فيما يتعلق بالعدوان ضد أوكرانيا، منها أن هناك نيونازيين يحكمون على أوكرانيا اليوم، أو بأن هناك إبادة جماعية في أوكرانيا. هذا أمر غير منطقي ولا يعد سببا أساسيا لبدء مثل هذا العدوان الوحشي ضد دولة أخرى، بينما نعرف أنه في روسيا توجد فرق من القوميين المتطرفين، ولكن لا أحد يذهب إلى روسيا للقضاء على هذه المجموعات، والأمر غير منطقي كما ذكرت. شكرا لك الصحفي إيفالد كونيغ من برلين، كما أشكر أندري أوليسكي الخبير العسكري والاستراتيجي في موسكو.